أعتذر لكل مواطن تعرض لأي إساءة باعتباري مسؤولا مسؤولية مباشرة عن أي شيء يحدث للشعب المصري. هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش افتتاح 39 مشروعا تنمويا جديدا، معربا عن خالص اعتذاره لجموع المحامين عن التصرف الفردي الذي صدر من أحد ضباط الشرطة ضد أحد المحامين الأسبوع الماضي، قائلا: أعتذر لكل المحامين وأقول لأجهزة الدولة أن الظروف التي نمر بها لا تحتمل التجاوزات والإساءات، مستشهدا بما حدث خلال زيارته الأخيرة لألمانيا والمجر. كانت تعليمات الحرس بضرورة عدم الاقتراب من أحد، ولكنني كسرت هذه التعليمات لأن المواطن المصري الذي كلف نفسه وترك عمله من أجل أن يقول أنا معكم من أهلي وناسي. اعتذار الرئيس السيسي للمحامين موقف وطني وشعور طيب يؤكد احترامه لقيمة ومكانة مهنة المحاماة. هذا ما أكده سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، موجها الشكر للرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لموقفه تجاه أزمة المحامين والشرطة التي اشتعلت خلال الأيام الماضية على خلفية اعتداء نائب مأمور قسم شرطة فارسكور على محام، قائلا: نتوجه بالشكر والتقدير إلى جموع المحامين ونثمن المستوى الرفيع الذي ظهر به المحامون في التعامل مع تلك الأزمة، مشيرا إلى أن المحامين أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية أن يكونوا هماة للحق بصفة أصيلة لأنفسهم ونقابتهم ويحمونه بالنيابة عن كل أبناء الشعب المصري. قضت محكمة قنا العسكرية أحكاما بالسجن المشددة 17 سنوات على 6 من عناصر الإخوان الإرهابية يتزعمهم 3 سيدات لتورطهم في أعمال تخريبية من خلال وضع مواد لاصقة على ماكينات البنوك بهدف تكدير السلم العام. وكشفت التحريات أن مرتكب الواقع مجموعتان من عناصر الإخوان، إحداهما خلية من السيدات والأخرى من الرجال، وتمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب تلك الوقائع بغرض تعطيل ماكينات الصرف الآلية لمنع المواطنين من صرف الرواتب والمبالغ المالية لإثارة حالة سقط لدى المواطنين. لا تهاون مع الغش أو تسريب الامتحانات، فقد قرر وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية إلغاء ندب رئيس لجنة الثانوية العامة بمركز أبو كبير والكائنة بمدرسة الإعدادية الحديثة وإحالتها للتحقيق، وهو واثنان من المراقبين، بعد ضبط طالبتين قامتا بتصوير الامتحان وتسريبها عبر المحمول، كما تم إلغاء الامتحان للطالبتين. كان قد تم تداول امتحان اللغة العربية بعد دقائق من بدءه على مواقع التواصل الاجتماعي ما أثار البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور. نجحت إدارة شرطة التموين بالجيزة في ضبط 52 طن ياميش رمضان غير صالح للاستهلاك الآدمي لدى صاحب مصنع لتعبئة مواد غذائية بمدينة 6 أكتوبر، وكشفت التحريات أن صاحب المصنع يقوم بتجميع المواد الغذائية منتهية الصلاحية وإعادة تعبئتها بتواريخ صلاحية جديدة وتضحية في الأسواق العامة لتحقيق أرباح كبيرة. كما أسفرت الحملات عن ضبط 2 طن خامات ومستلزمات تجميل مجهولة المصدر لدى مصنع غير مرخص بالورق.